صباح الخير، تحية طيبة للجميع. في ساعات من أولى من نهار اليوم دخلت المنحة الأولى أو الدفعة الأولى الخاصة بمن تنتهي حساباتهم 01/2/3 في انتظار الفئة الثانية يوم غد 27 فيفري، والفئة الثالثة يوم بعد غد 28 فيفري 2024. كل من لم تصله رسالة بإمكانه الاستفسار في البريد، أو ربما يعني الدخول للموقع، تشوف الموقع أو تشوف موقعك في منحة البطالة ووضعيتك، هل هي جارية أم معلقة؟